تعرف كم الساعة؟ إنها ساعة حفل وجبات نباتية. يا من يريد وجبات بلا لحوم؟ أنا أريد وجبة. هيا خذ بعض التوفو. أريد وجبة نباتية تبدو كأنها لحم. خذ بعض الهوت دوغ النباتية إذا. أوه وأنا أريد وجبة نباتية لذيذة. إليك هذه الصلصة الحارة النباتية. أريد أن أقرأ. يبدو أنك تحتاجين إلى بعض الجزر لعينيك أيتها الأم. وها قد أفسدت ريفن حفلاً آخر. هذا الحفل النباتي ليس حفلاً، إنه غبي ومبتذل. لماذا يجب أن تكوني لئيمة دائماً؟ يتحبون الوجبة النباتية. بالطبع لا نحبها، نحاول أن نكون لطفاء معها. تكذبون عليه إذن، هذا ليس لطفاً. أوه لكنني أحب الصلصة الحارة النباتية. إن كنت كذلك فلتصبح صديقين. صديقان؟ أنا والصلصة؟ بالفعل هذا شيء رائع ريفن، ويمكننا أن نتشارك عدة أصدقاء ونكبر في السن معا. يا للحياة السعيدة التي سنحظى بها معا أيتها الصلصة العزيزة. أو رائع، سأكون اللائمة بينكم وأشرح لما لا يمكن أن نصبح صديقين. يا للروعة، كم أنا متحمس لزفاف ستار. جميل أن ترى امرأة جميلة ودلوا وسيما من الصلصة الحارة يجدان الصداقة. لم يعودا صديقين. هل تشجرا؟ لا، ريفن تتصرف بلؤم. إذن أيتها الأم، أتريدين مرافقتي؟ لن أذهب معك إلى أي مكان. هل كنت لتأتي لو أن ستار ستأكل شطيرة الدجاج بالبرمجان؟ لا. ماذا لو تزوجت من صحن حساء؟ لا. أرز وفاصوليا؟ بدأتما تزعجانني. هوت دوغ. تحذير الأخ. فوز من الذرة. مرحبا مرحبا مرحبا. يومي يتحسن ويتحسن. ماذا تريد أبي؟ شعرت بأنك سببت كثيرا من الألم لأصدقائك وفكرت هي ربما أصبحت مستعدة للقضاء عليهم والانضمام إلي في تدمير هذا العالم. لا. لما لم تعودي ترغبين في تدمير شيء مع أبيك؟ لأنني شخص لطيف. أنت لطيفة؟ لحظة انتظري. آسف يا ريفن لكنك لئيمة، إنه النصف الشرير من شخصيتك. ربما لا أكون لطيفة لكنني لست لئيمة، أنا لطيمة. لطيمة؟ هل نخترع الكلمات هنا؟ أنا سأفعل ذلك أيضا. أنا شخص رائع للغاية. اللطيم هو من يكون لطيفا في لؤمه. أفعل هذا حين يتصرف الناس بسخافة. تصرف غبي. كفى، الجميع يحتاج إلى شخص لطيم في حياته، وأنا هي الألطم. إنك تتحولين إلى مشكلة لئيمة الآن. آسف، ظننت أننا ما زلنا نخترع الكلمات. أترى تتصرف بلؤم. أنت محقة، يجب أن تكوني كذلك. لكن إن لم ترغبي في ذلك، حسنا إذن فليكن. شيء ما ينبئني بأنك ستحظين بيوم لطيف يا ريفن. ماذا يضحكك؟ قلت تعويذة ستكتشفينها لاحقا، وربما نتشارك ضحكة لطيفة بشأنها. هاي كم الساعة الآن؟ إنها ساعة حفل وجبات النباتية. يو لا يمكنني، فأنا أحمل دلو الصلصة الحارة. لا، الطعام النباتي سيزعج معدتي. أريد أن أعرف كم الساعة لا أكثر. وأعرف أن ريفن لا ترغب في تناوله. أريد وجبة نباتية. حقا؟ حقا؟ إن كان هذا ما تريدينه يا عزيزتي. أعطني المزيد منه. المشاركة في أحد أنشطة بيسبول المملة. لما تتصرفين بلطف هكذا؟ لا أدري. أيا كان السبب فهذا يعني لي كثيرا يا عزيزتي. إليك تافو. أعرف هذه النظرة بيستي. أهرب. لا تجعلني أنتظر. أجل. بيس بوي أنت مجنون للغاية. ولكن ما الذي أصابني؟ لا أرغب في المقاطعة، ولكنني أردت فقط أن أهنئ دلو الصلصة الحارة ستارفاير. يجب أن أمنحك دقيقة لتجري حديث الشبان. حسنا، أعرف أنك ضحيت كثيرا في هذه المرحلة. تظن
أظن أنك حار للغاية. لنرى إلى أي حرارة يمكنك الوصول. يبدو أنك بدأت تتعرق. ماذا قلت؟ قل ذلك في وجهي، قل ذلك من جديد. حار، إنه يحرقني. لقد أصابني شيء غريب. منذ متى أتصرف باللطف؟ صديقتي ريفن، أتعيرينني لحظة من وقتك؟ بالطبع. أعرف تحفظاتك بشأن صداقة أنا والصلصة الحارة، ولكننا نتمنى أن تنضم إلينا في الاحتفال. لن أفوت الاحتفال أبدا يا ستار. حقا؟ كنت أتوقع جوابا مختلفا، لكن مشاركتك في الاحتفال سوف تسعدنا كثيرا. إن كنت سعيدة سأكون أنا سعيدة. رائع، سيكون دلو الصلصة الحارة سعيدا جدا حين يعرف أنك ستحضرين الاحتفال. أيها الدلو. هل فهمت أمنيتي الصغيرة؟ أتذكرين؟ احظي بيوم لطيف؟ لقد تمنيت بأن تكوني لطيفة. لماذا؟ لأجبرك على اتخاذ القرار، إما لطيفة وإما لئيمة. أنت لن تستمري بمسألة اللطيمة تلك. شكرا لاهتمامك بأمري، لكنني يجب أن أعود إليك. جميل جدا، قبل أن أذهب هل لا تعانقينني؟ هذا عناق رائع. والآن من أفضل أب في العالم؟ أنت. تعجبينني هكذا. هاي، وجهك جميل. شكرا. إنها حيلة رائعة. طفل محبب. أشكرك على الهوت دوك الشهية. ريفن وورود، هل تستمتعين بهذا حقا؟ أن تكون لطيفا أمر لطيف، هذا أفضل شيء فعلته لي. أرجوك تقولين هذا بسبب أمنية غبية تلوتها عليك. لا أحتاج إلى أمنيتك لأكون لطيفة. لم يكن هذا هدفي، يجب أن أبطل مفعولها. سيكون عليك الإمساك بي. أعطيني أمنيتي. هذا أفضل شيء يمكن فعله. إنها أمنية معكوسة. والآن عدت إلى طبيعتي. إن لم تمانع سأقدر لك ألا تزعجني مجددا. بالطبع يا عزيزتي، فأنت تحتاجين إلى مساحتك الخاصة وأنا أتفهم هذا. أتصرف بلطف الآن. كيف أمكن لخطتي أن تتدهور؟ كنت لأخبرك بذلك لكن لم أستطع، لأنه هذا ليس لطيفا، ولهذا يحتاج الناس إلى الأشخاص اللطماء لمنع ارتكاب الحماقات دائما. وعلى ذكر هذا سأذهب. أبي، فلتحظى بيوم لطيف.